الورد. الورد يعني احنا بنسوي 10,000 5,000 ورده بنسوي لها بورصه الورد. الورد هنا بعدين بنبيعه للمحلات. طبعا انا رجعت المشروع اللي حكيت فيه انا غير 5 سنوات الحمد لله. انا رجعت المشروع بعد في نجاح طبعا لان الورد هسه سعره عشان الوضع الحكومي يعني ما بعرف اذا الفريق الاقتصادي اذا في اي شيء ممكن نقدر نساعدكم فيه احنا عن الكليه. والله احنا كمزارعين يعني بلا مؤاخذه بس بنحتاج يعني شغله الضمان او التامين او شغله زي هيك ما فيش مش موجود بمزارع. انا عمري صار 50 سنة بقضيها بالمزارع وما في تامين ما في ضمان. طيب سيدي انا بخلي جماعتي بس يضلهم على اتصال معك بس انا حبيت بس امر عليك الله يبارك فيك يعني ما شاء الله عليك والشكر لك يا صحيح يعني الله يبارك شكرا كثير وبنضل على اتصال بس انا بخلي جماعه الفريق بجوز ان شاء الله عليك الله يبارك.